بدعوة من الرهبنة الفرنسيسكانية وبمناسبة مرور 800 عام على حج القديس فرانسيس الأسيزي إلى الأراضي المقدسة، أقيم في كنيسة القديسة كاترينا في بيت لحم مهرجان تيرا سانتا للأورغن في الأراضي المقدسة. حضره عدد من الكهنة الفرنسيسكان والراهبات وجمع كبير من المؤمنين، حيث اشتمل المهرجان الذي يستمر 3 أسابيع على عرض فيلم قصير عن حياة القديس فرانسيس ومسيرته الإيمانية المباركة لأجل عمل الخير. اليوم انبسطت جدا بالفيلم، هو فيلم تصويري مع الموسيقى كان جميل جدا، فحكى الأحداث بشكل جديد بالنسبة لي، أنا جديد خالص، إنه حياة فرانسيس القديس فرانسيس إزاي التغيير وإزاي كمان اللي حصل معاه كله كان صامت، فيلم صامت ولكن كان بيحوي بالأحداث، وخلى من أول الفيلم لمدة ساعة حتى اللي مش عارف قصة فرنسي القديس فرنسيس مع الأحداث والفيلم بالطريقة الجديدة يقدر يدخل في الأحداث ويتأثر كمان بيها، فده كمان يعني ده بسطني جدا، وما كنتش منتظرة الجمال ده والشكل ده اللي اتعمل بيه الفيلم.